حبيبي وحبيبتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. تعطلت عليكم عارفه. شكرا للناس كاملين اللي سولوا فيا في انستغرام. راكو عارفين المشاغل ديال الحياه سواء مع الخدمه الحباب ديالي. سمحوا لي تعطلت عليكم. البنات هاد النهار جبت لكم كيفاش تحتفظوا بالقزبر والمعدنوس والنعناع و يعني تحتفظوا بهم في الثلاجة بلا ما تقطعوهم او لا، يعني تديروا لهم شي مواد حافظة يعني باش يبقى لكم يعني مدة طويلة. يعني حيت بزاف ديال الناس كيبغيوه يحتفظوا به هكا طري كما كتشوفوا دابا، وبزاف عاود ديال الناس اللي كيبغيو يقطعوه ويديروه في الكونجيلاتور. ولكن واخا هذوك الناس اللي كيبغيو يقطعوه ويديروه في الكونجيلاتور كيبغيو حتى هما يحتفظوا بواحد شويه طري، خصوصا حنايا هنا الناس اللي في اوروبا يعني ما عندناش متواجد في اي بلاصه. بحال مثلا الكسكسو، الكسكسو كنحتاجوا له القزبر والمعدنوس والكرافس يعني هكا طريين وهكا يعني ما مقطعين ما والو، حيت الكسكس ما يمكنلكش ديري فيه القزبر ولا المعدنوس ولا الكرافس هكا مقطع. المهم البنات، هاد الطريقه اللي غادي تشوفوها معايا اليوم كتخليه كيبقى حتى لشهرين شهرين ونص هكا طري كما كتشوفوه في الثلاجه. وتقدروا هاد الطريقه اللي غادي تشوفوها معايا اليوم ديروها حتى للكرافس، ديروها حتى للبقوله، ديروها حتى للسبانخ، ديال اي نوع من الانواع ديال الربيع. المهم البنات، انا هنا عندي القزبر وعندي المعدنوس وعندي النعناع، كما شفتوا غادي تشدوهم الحبيبات ديالي وغادي تنقيوهم تماما، ما غادي تخليو فيهم حتى شي حاجه صفراء اولا شي ورقه كحله اولا، تحيدو تماما البنات، تنقيوه التنقيه ديال القلب من القلب ما تخليو حتى شي حاجه فيها خاسره. من بعد البنات ما تنقيوه غادي ندوزو للمرحله الثانيه. نتمنى انكم تشوفوا الفيديو للاخر وتبارطاجيو الفيديو مع حبيباتكم صحاباتكم خواتاتكم مع العائله ديالكم، حيت صراحه انايا كندير هاد الطريقه وعجبتني بزاف بزاف بزاف. غادي تشوفوا في الاخر ديال الفيديو كيفاش غادي نوريكم واحد شويه اللي بقى ليا ديال المهم ديال هادي شحال كيفاش بقى هو. المهم البنات غادي نمشيو للمرحله الثانيه. من بعد ما نقيناها البنات تماما غادي تشدوه وغادي غادي نفزقوه بالماء، ماشي تغسلوه، ما تغسلوش ديك الغسله ديال القلب كما قلت لكم، لا بحال اللي غير تفزقوه، فهمتوا البنات؟ غادي ديروها يعني الكامل، انا درتها للقزبر المعدنوس والنعناع. مهم البنات هنا من بعد ما عفوا هنا من بعد ما فزقتهم بالماء يعني تماما يعني تفزقهم مزيان، دخل لهم الماء كامل دوك الوريقات كاملين ودخل لهم الماء. غادي ندوزو للاهم مرحله وهي المرحله الثالثه البنات. غادي ناخذو اسمحوا لي، غادي ناخذو سيرفييت بحال هكا دوك ديال اليدين دوك الرولو، وغادي نلفوهم البنات على كاملين، القزبر بطبيعه الحال بوحدو والمعدنوس بوحدو والنعناع بوحدو، يعني تلفوهم بهالطريقه كما كتشوفوا. من بعد البنات ما نلفوهم غادي ندوزو للمرحله الاخيره، يعني سهله يا البنات، سهله سهله سهله. انا الصراحه ما كنبغيش نقطعو ونديرو في الكونجيلاتور، انا كتعجبني هذيك النسمه ديال الطراوه، يعني البنات يعني حنا عيالات وعارفين الطياب كيفاش كيكون، يعني المذاق ديال القزبر اولا المعدنوس من يكون طري ماشي هو من يكون في الكونجيلاتور، ياكو بصح ياكو. ايوا على هادشي هذا البنات، هاد الطريقه راه واعره هكا غادي يبقى لكم، عرفتوا هكا غادي يبقى لكم حتى شهرين حتى شهرين ونص يبقى لكم هكا كما راكو غادي تشوفوه، يعني كما شفتوه من قبل. البنات هذه المرحله التاليه الاخيره، وهو غادي ناخذ هذاك القزبر او المعدنوس او النعناع او اي حاجه وغادي نفزقوه به بديك السيرفييتا ديالو، به داك كلينيكس شنو كيقولوا له بالعربيه، المهم به بديك السيرفييتا ديالو هكا تفزق وديريكت الخنشه البنات، ديريكت الخنشه وعقدوا الخنشه مزيان ياك البنات، كل شيء واضح. غادي تفز من بعد ما تفزقوه غادي ديروه دوك السيرفييت تاست، من بعد ما ديروه في السيرفييت تاست تفزقو حتى هذيك السيرفييت حتى داك البابيل داك الاوراق ديال اليدين حتى هما يتفزقو، وديروهم البنات في خنشه. من بعد البنات صافي تديهم ديريكت للثلاجه
بقاو لكم هكاك البنات في الثلاجه. غادي نوريكم البنات واحد شويه اللي بقى عندي من المره الفايته، حيت انا البنات هذه هي الطريقه اللي كنديرها انا، كتعجبني البنات الطراوه في الماكله المذاق. شوفوا البنات هذا راه بدا يصفر شويه، شوفوا في راني كنخرب دابا، راه بدا يصفر شويه ولكن عرفتوا راه ماشي كما من هكا كما تشريه ديريه في الثلاجه وفي 3 ايام 4 ايام يبدا صافي يكحل وبدا يخسر وصافي كيتلح، ما يجي يكمل السيمانه صافي كيتلح. شوفوا البنات يعني ما تصدقش العقل ديالك ما يصدقش ان هذا راه ديال شهرين و20 يوم شهرين و المهم و15 يوم بحال هكاك. زعما صراحة طريقة فنة فنة البنات، غادي تشكروني عليها بزاف بزاف. جربوها وغتكونوا راضيين على النتيجة. المهم البنات نتمنى صراحة انكم تبارطاجيو الفيديو، ما تنسوش لايك الى فيديو قادم مع